أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: إذا أفتى علماء بوجوب الجهاد ومنع منه السلطان، فهل يسقط وجوبه؟ وهل يختلف حكم الجهاد من بلد لآخر على هذه الحالة؟ من هم العلماء اللي يفتوا؟ نبي يذكر لنا العلماء اللي يفتوا ويجيب لنا نص فتواهم ونحن نقرأها ونتأملها ونشوف، نطبقها على الكتاب والسنة ونشوف. نعم. ومن هو السلطان اللي منع من الجهاد؟ اتركونا من هذه الأمور، هذه التحريشات ما لنا فيه دخل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة تسأل عن حكم أداء صلاة الاستسقاء في المدارس. نعم. أسئلة عديدة تسأل عن حكم أداء صلاة الاستسقاء في المدارس لتعويد الطلاب عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج إلى المصلى، حتى العواتق يعني المخدرات والحيض أمرهن بالخروج إلى المصلى، فيخرج المسلمون إلى المصلى طلابهم وشيابهم وكبارهم وأطفالهم يخرجون إلى المصلى. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو بيصلون كل لسانه، لا، يخرجون يبرزون يظهرون ضعفهم وفقرهم حاجتهم إلى الله، يدعون الله جميعا في مكان واحد، هذا أدعى للقبول وهذا أتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.